اليوم معانا إشي جديد، ما راح نحكي عن السكوترات، راح نحكي عن دراجة كتير حلوة من شركة هيرو هانك، وتفاصيل أكثر راح يحكي لنا عنها الأستاذ نصيف من شركة هيرو. شركة هيرو دائما بتفاجئنا بتصاميم عصرية وجذابة. اليوم معانا هيرو هانك 160R، إضاءة فول ال اي دي بالكامل زي ما انتم ملاحظين، مأخوذة من شكل أفلام الترانسفورمرز. محرك بقوة 15 حصان 160 سي سي انجكشن ليعطينا أداء رائع أثناء القيادة. ناقل حركة 5 غيارات، عجلات بحجم 17 إنش بنظام مكابح ABS، شاشة ديجيتال بعشر مستشعرات لتعطيك تفاصيل كاملة عن الدراجة، خزان وقود بحجم 13 لتر للمسافات الطويلة. إذا بتدور على دراجة تخدمك وتبدأ معها من الصفر، هي دراجة هانك. دراجة هانك قطعها جدا متوفرة بأسعار جدا قليلة، صرفية البنزين جدا ممتازة. باختصار دراجة مدينة راح تخدمك وراح تبلش معك من الصفر. هانك